اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعلن وتدعي الاتحاد الافريقي رغبة في متابعة الانتخابات. حزب مصر الحرية يعلن دعمه لصباحي في انتخابات الرئاسة. 3 مؤتمرات لدعم السيسي في الاسكندرية والشرقية واسوان. مواجهات خارج المسجد الاقصى بين مصلين فلسطينيين وشرطة الاحتلال في ذكرى اعلان دولة اسرائيل. لكم مشاهدينا الكرام، 4:04 في القاهرة، بانوراما إخبارية جديدة وشاملة من قناة النيل الأخبار. مرحبا بكم، معكم في شقاء الأول فوزي جد الله وعلي مبارك، ونبدأ معك فوزي. أشكرك دكتور علي. السيدات والسادة، تحية لحضراتكم. طالب الاتحاد الإفريقي من لجنة الانتخابات الرئاسية الاشتراك في عملية المتابعة للانتخابات الرئاسية القادمة. وقال المستشار الدكتور عبد العزيز سلمان الأمين العام للجنة، لجنة الانتخابات الرئاسية، إن رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي سيلتقي اليوم مع المستشار أنور رشاد العاصي رئيس اللجنة لإعطائه خطابا رسميا يفيد برغبة الاتحاد بالاشتراك في متابعة الانتخابات الرئاسية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم قاسم رئيس قسم الشؤون القضائية بجريدة اليوم السابع. أستاذ إبراهيم، هل سبق للاتحاد الأفريقي أن شارك بمراقبين على الانتخابات في مصر من قبل؟ هو بالفعل شارك في انتخابات 2012، ولكن ليس ممثلا عن الاتحاد الأفريقي، ولكن منظمات أفريقية تابعة للاتحاد. لكن اليوم والجديد ان رئيس البعثة الافريقية للاتحاد الافريقي في القاهرة تقدم بطلب رسمي للجنة العليا للانتخابات، وطلب منه ان يتابع عملية سير الانتخابات التي سيتم اجراؤها يوم 26 و 27 مايو من هذا الشهر. هو تقدم بهذا الطلب، وطلب من رئيس اللجنة أن يوافق على منح 200 عضو وخبير من البعثة التابعة للاتحاد الأفريقي لمراقبة ومتابعة العملية الانتخابية. طبعا ده شيء مهم جدا بالنسبة لمصر، خاصة وأن الاتحاد الأفريقي سبق وأن جمد عضوية مصر في الاتحاد بعد ثورة 30 يونيو، لكن حضوره اليوم وطلبه لمتابعة إجراء سير الانتخابات يدل على أن الاتحاد الأفريقي اعترف رسميا بالثورة، ومن ثم أن هناك في تطور جديد إن شاء الله. هل هذا التطور يعني أنه أصبح الطريق ممهدا أمام عودة عضوية مصر وفك هذا التجميد الذي حدث؟ بالطبع، إنه خطوة مهمة جدا، من المحتمل خلال الأيام القادمة يتم عودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي الذي هي أصلا قامت بتأسيسه وإنشاؤه وقت جمال عبد الناصر الزعيم الراحل في أفريقيا. طبعا ده شيء مهم جدا، خلال الأيام القادمة ستشهد تطورات جديدة بعد تقديم الاتحاد الأوروبي وموافقة اللجنة على متابعتها لعملية الانتخابات القادمة. أستاذ إبراهيم قاسم رئيس قسم الشؤون القضائية بجريدة اليوم السابع، شكرا جزيلا لك. قرر حزب مصر الحرية دعم المرشح الرئاسي حمدين صباحي من خلال دعوة قواعد الحزب للمشاركة في حملته الانتخابية والمساهمة في برنامجه الانتخابي. قال الحزب الذي أسسه الدكتور عمرو حمزاوي إن تأييده لصباحي جاء بعد مشاورات وإجراء تصويت داخلي الأعضاء، موضحا أن هذا الدعم يأتي في إطار السعي لدعم المرشح الأقرب لأهداف الحزب في هذا الاستحقاق، ومن اختار أن يضع نفسه أمام المساءلة تجاه استكمال أهداف الثورة والحفاظ على مبادئها، وذلك حسب بيان للحزب. في موضوع منفصل، قررت الحملة المركزية لصباحي بمحافظة الفيوم بدء حملة طرق الأبواب في المحافظة اعتبارا من غد وحتى بعد غد الخميس. ومعنا للمتابعة الأستاذ
شهير جورج إسحاق أمين عام حزب مصر الحرية. تحياتي أولا، ما لديكم التفاصيل حول هذا الأمر ودعم المرشح الرئاسي السيد حمدين صباحي؟ لا، هو زي ما حضرتك ذكرت وذكرنا في البيان، احنا قمنا بتصويت داخلي بين الاعضاء، وكان في تباين بين الاراء ما بين المشاركه في العمليه الانتخابيه او مقاطعه العمليه السياسيه ومنها الاستحقاقات الانتخابيه لما لدينا من تحفظات على قانون الانتخابات الرئاسيه كنا سجلناه فيما خص مساله رفض تحصيل عمل لجنه الانتخابات الرئاسيه، الا ان نتيجه التصويت جاءت يعني تفضيلا ترجيحا لمشاركه الحزب في هذا الاستحقاق والاعلان عن تعيين مرشح وجدناه هو الاقرب لبرنامجنا ولسياستنا وهو المرشح حمدين صباحي. سيد شهير، خطوات الحزب في هذا الاطار لدعم السيد حمدين صباحي؟ احنا يعني في النهاية لدينا يعني برامج وسياسات هنساعد المرشح حمدين صباحي في التواصل معاه وعرض نقاطنا وتصوراتنا في امور مثل ملف الطاقة، في امور مثل ملف سد اثيوبيا، لاننا كنا تقدمنا من قبل مبادرتين في هذا الشأن وقدمنا اوراق سياسية في هذا الشأن، وبندعو اعضاء الحزب لمساندة الحملة والمشاركة مع أعضاء الحملة في فعالياتهم في المحافظات المختلفة، ويعني سوف نتصل بالحملة ونرتب لقاء ونحدد ما يعني أمور أخرى قد نتفق عليها فيما بيننا يعني لتقديم الدعم للمرشح. أشكرك جدا الأستاذ شهير جورج إسحاق، شكرا جزيلا. وعلى الجانب الآخر، أعلنت الهيئة العليا لحزب الفرسان تنظيم 3 مؤتمرات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظات الإسكندرية والشرقية وأسوان. وقال عضو الهيئة العليا لحزب الفرسان سيد حمدين، قال إن المؤتمر الأول سيعقد بمحافظة الإسكندرية يوم الخميس، والثاني في الشرقية السبت، والثالث بمحافظة أسوان يوم الثلاثاء، مؤكدا أن أمانات الحزب بالمحافظات الثلاث ستحشد لهذا المؤتمر أو هذه المؤتمرات من كافة أطياف المجتمع المصري. ومعنا للمتابعة سيادة اللواء عبد الرافع درويش رئيس حزب الفرسان. سيادة اللواء، ما أسباب إعلان حزبكم دعم المشير السيسي، وكيف سيشارك الحزب في خطوات دعمه وأبرز المظاهر في ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله دكتور علي، تحياتي ليك وتحياتي لفوزي بيه. بالنسبة لحزب فرسان مصر، احنا اعلنا من قبل ما تبدأ الحملة ان فتح جميع مقرات الحزب حزب فرسان مصر لدعم حملة المشير السيسي. احنا مش بندعم المشير السيسي كشخص بس، احنا بندعم خطة موجودة، بندعم رؤية موجودة، ومتهيألي بعد السيد المشير السيسي ما اعلن واتكلم عن مشكلات مصر، فواضح ان احنا كمرجعية عسكرية دارسين سياسة واقتصاد وعلوم سياسية ودارسين البلد في مشاكلها ايه، فدايما بنحط بنقول كيفية تحقيق الهدف ايه وكيفية تحقيقه ايه، فماشيين بانتظام وماشيين بالتزام وبخطوات منتظمة لحل مشاكل مصر. ان شاء رب العالمين احنا بنشارك شاركنا في تأسيس بالنسبة للدعاية، ورحنا وعملنا مؤتمر تنظيم تعاون مع الحملة، وحاليا دلوقتي بندعو جميع افراد واعضاء حزب فرسان مصر، وانا اعتقد زي ما شفت منهم ان حوالي فوق 95% منهم بيؤيدوا تدعيم ومؤازرة المشير السيسي كرئيس للجمهورية. هل القوة التصويتية لحزب فرسان مصر يعني تبدو مؤثرة في النتيجة؟ ان شاء الله، ودي هتبان ان شاء الله في جميع المحافظات، لان احنا لما قدمنا 74 مقر لحزب فرسان مصر على مستوى الجمهورية. فالمقرات بتاعتنا موجودة والناس بتاعتنا موجودة، والحمد لله في قابلية للحزب فرسان مصر من كل مصر ان هم يعني بيدعموا هذه الفكرة وهذا الرجل، لان الرجل ده عمل حاجة اكبر من اننا نقول معركة، او اكبر من اننا نقول مشير ما دخل معركة ولا ما دخلش معركة، اكبر بكتير من الكلام ده. الرجل ده حط رقبته على ايده، وفي ظل تواجد الاخوان المسلمين المغول في الدولة، وضحى بنفسه، كان ممكن يعني يعتقل، وكان في برضه حاجة يوم 26/6 وانا طلعت على الام بي سي واعلنت ان الرئيس المعزول محمد مرسي سيعتقل المشير السيسي، كان في هذا الوقت فريق اول ومعه 34 من قيادات الجيش، وده كان ممكن كان يعني كان سبب في تراجع
محمد مرسي بعد ما كل وسائل الاعلام علمت ده ان هو يعلم في خطابه، كان هيعلم في خطابه حجزهم واعتقالهم، فتراجع. فاحنا يعني بنؤيد هذا الرجل لانه حط روحه على ايده في ظل التغول الاخواني اللي كان موجود وكان ممكن يعتقل وكان ممكن يقتل ويعدم في هذا الموضوع. كل ان هو يحط روحه على ايده علشان يخدم مصر، هذا راجل جاي مش عشان الكرسي، جاي فاهم مشاكل مصر ايه علشان يعمل ويحل مشاكل مصر. اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء عبد الرافع درويش رئيس حزب فرسان مصر. في تصريحات خاصة للنيل أكد مقرر لجنة متابعة ورصد الدعاية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المستشار مجدي ضيف أكد أن اللجنة ستعقد أول مؤتمر صحفي لها الخميس القادم للكشف عن الأداء الإعلامي في تغطية الانتخابات الرئاسية، وأوضح أن اللجنة رصدت بعض التجاوزات إلا أنه تحدث عن وجود مؤشرات إيجابية. هذا وأعلنت اللجنة اليوم القواعد والمعايير التي يتعين العمل بها، ودعت وسائل الإعلام كافة إلى الالتزام بها في التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن السفارات والقنصليات المصرية في الخارج قامت بإخطار السلطات في دول الاعتماد بمواعيد التصويت في الانتخابات الرئاسية، وأضاف أنه تم إرسال أجهزة القارئ الآلي إلى عدد من البعثات ذات الكثافة التصويتية الكبيرة لاستخدامها في الانتخابات، ويبدأ تصويت المصريين في الخارج اعتبارا من 15 من مايو الجاري وحتى 18 من الشهر نفسه. قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات. وجاء في حيثيات الحكم أن الحزب الوطني منذ تأسيسه في عام 1978 سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة، وأصبح أمر عودته للحياة السياسية يمثل خطرا على مصر. أعلنت أجهزة الأمن بدمياط ضبط خلية إرهابية ضمت 4 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي ارتكبوا العديد من جرائم استهداف وحرق الممتلكات العامة والخاصة بمحافظة الغربية. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما ارتكبوه من جرائم والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق. أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان إلى جلسة 17 من مايو الجاري، وذلك في قضية التخابر الكبرى. ويواجه هؤلاء تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. بدأت محكمة جنايات سوهاج محاكمة 119 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية أحداث العنف بميدان الثقافة بمدينة سوهاج. تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس الماضي عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث قام عشرات المسلحين من أعضاء جماعة الإخوان بالاشتباك مع قوات الشرطة بمحيط ميدان الثقافة بسوهاج، وأطلقوا الرصاص بصورة عشوائية وأشعلوا النار في مبنى مطرانية الأقباط الأرثوذكس وفي سيارة شرطة وسيارات المطافئ. نفت وزارة الصحة ما تردد عن وفاة سيدتين في محافظتي بورسعيد والمنوفية بسبب فيروس كورونا. وقالت الوزارة إن نتائج التحاليل لعينات مأخوذة من السيدتين بمعرفتها أظهرت سلبيتها للفيروس، موضحة أنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي للمرض محليا وإقليميا. بدأت اليوم امتحانات الشهادة الابتدائية في محافظة الجيزة، حيث أدى ما يقرب من 155,832 طالبا امتحان الدور الأول على مستوى 20 إدارة تعليمية. وأعرب مسؤولو المحافظة عن تكثيف المرور الميداني من خلال مديري الإدارات التعليمية على اللجان طوال فترة الامتحانات والتكثيف الأمني لتأمين سلامة الطلبة.
هنا في مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود أدى طلاب الشهادة الابتدائية أولى امتحانات اللغة العربية التابعة لمديرية التعليم.